تأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في هذه الأمسية من برنامج الإسلام والحياة، والتي نستضيف في مثل هذا اليوم يوم الاثنين من الساعة 5 إلى 6 صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع فضيلته حفظه الله تعالى، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم أسفل الشاشة تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى: 021-33-47-401 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. وما زلنا مع حلقات البرنامج تاريخ التشريع الإسلامي. شيخنا وحبيبنا الشيخ حمزة، حياكم الله، السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، لازلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة من تاريخ التشريع الإسلامي، ولازلنا في ذكرنا وانتهينا من أصول مذهب الإمام مالك حفظكم الله تعالى. شيخنا، هل اليوم نتكلم على مرحلة التطور في المذهب جزاكم الله خيرا؟ تفضلوا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أبدأ الموضوع الذي ذكرتم في قبل يعني دقيقة، أود يعني أن أهني الشعب الليبي بذكرى ثورته المباركة. حتى ولو وجد أناس لم يستسيغوا هذه الثورة، لكن معظمهم نعم فرحوا بها، لأنها خلصتهم من حقبة مظلمة قل ما يوجد في تاريخ الإنسانية مثلها. وعلى بركة الله نبدأ الكلام في ما بقي لنا من كلام في المذهب المالكي رحم الله مؤسسه. تحدثنا عن مسألة مرحلة التأسيس، وتحدثنا عن أمهات المذهب، وذكرنا كتب هذه المرحلة، وقلنا أولها المدونة، وثانيها العتبية، وثالثها الموازية، ورابعها الواضحة. كما أضفنا إليها فيما أذكر المجموعة لابن عبدوس، وبعض المؤرخين، بعض أصحاب التراجم يضيفونها إلى الأمهات. بعد ذلك يعني توسع المذهب ومر بمرحلة طور نفسه فيها كبقية العلوم. يعني بالنسبة للمبادئ وبالنسبة للأصول لا تتغير بطبيعة الحال، لكن التغير يحدث في أشياء أخرى مرتبطة بهذه الأصول وبهذه المبادئ التي ذكرنا. فمرحلة التطور هذه يعني أهم ميزة تتميز بها أنها أن العلماء فيها أكثر من التفريع، تفريع المسائل، أي المسائل الفرعية، المسائل الفقهية التي تستند إلى الأصول والأدلة، أكثر من التفريع. نعم، ومعروف
أن يعني العالم يتطور وتتوسع حوادثه، وهذه الحوادث والنوازل تحتاج إلى حكم شرعي. فتصدى علماؤنا رحمهم الله تعالى للتفريع من هذه الأصول وهذه الأدلة التي اعتمدها مؤسس المذهب، ففرعوا مسائل كثيرة كثيرة جدا. يعني قلما يعني تبحث عن مسألة لا تجد لها يعني توضيحا وتصويرا في هذه الكتب. إذن أصبح هنا التفريع، تفريع المسائل، وكثر الاجتهاد، لكن في هذه المرحلة يمكن أن نسميه اجتهادا مقيدا، يعني داخل أصول صاحب المذهب، ليس اجتهادا مطلقا، لأن من كان له اجتهاد مطلق يعني خالف فيه أصول إمامه فهذا يعتبر مجتهدا مطلقا وصاحب مذهب جديد. أما الذي استند إلى ما أصل صاحب المذهب من أصول، وإنما اختلف معه أحيانا في بعض التفاريع إلى آخره، فهذا مجتهد مذهبي، أي له اجتهاد في المذهب، اجتهاد مقيد. وظهر في هذه المرحلة تطبيق المسائل كما ذكرنا، وذلك بتحقيق الصور والمناطات. يعني فكان اجتهاد جديد هو الاجتهاد في المسائل، وبدأت مرحلة يعني بداية مرحلة التأصيل كانت البيئة واحدة، أي بيئة المدينة. وأما مرحلة التطور فالبيئات اختلفت وتنوعت وتوسعت. ويعني الذي يتتبع هذه المسألة وله إلمام ولو ببعضها يعرف أن المذهب المالكي توسعت أرضيته، سنتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله، وتوسعت جغرافيته ابتداء من المدينة، ووصل شمالا إلى العراق وإلى سوريا وإلى نيسابور كذلك، وامتد غربا إلى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وكذلك وصل إلى بعض الدول الأفريقية زيادة على الأندلس. هذا بالنسبة إذن هنا في هذه المرحلة تعددت المدارس كذلك، مع توسع هذه الرقعة أصبحت لدينا مدارس متعددة يضمها كلها المذهب المالكي. فعندنا ولكل مدرسة لها ميزات معينة، والحديث عن ذلك يطول، ونحن يعني قد ذكرنا في إحدى الحلقات الماضية أننا سنوجز الكلام حتى ننتهي من تاريخ التشريع ونتحول إلى مواضيع أخرى، خصوصا وأن المذاهب ما زالت أمامنا، ما زال أمامنا بعد المذهب المالكي المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي كذلك. أرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للحديث عنهما. اللهم أمين. نعم، اختلفت المدارس، قلنا وتكونت مدارس كثيرة كلها تابعة للمذهب المالكي، منها المدرسة المدنية، وهذا هو الأصل الذي نشأ، وهذه المدرسة هي التي نشأ فيها الإمام صاحب المذهب، وقد خلف تلاميذ استمروا على أصوله وخدموا المذهب في بيئتهم، وكانت يعني الفتية تدور عليهم فترة طويلة. فالمذهب المالكي استمر طويلا في المدينة، ويعني لم تضايقه بقية المذاهب في هذا الموقع، يعني استمر طويل، لكن احنا استمر طويلا لكن ليس لدينا الآن وقت للتفاصيل،
وإلا فإننا نستطيع أن نقول حتى ضايقه في القرن الخامس، في أوائل الخامس وأوائل السادس المذهب الشيعي، فقد انتشر المذهب الشيعي في المدينة المنورة. استمر فترة المذهب الشيعي، فكان القضاة منهم والشهود في المحاكم منهم وخطباء المساجد منهم، استمروا فترة وقد بيّن بعض الفقهاء الذين تعرضوا لهذه الحقبة تاريخيا، قالوا سبب الانتشار والتوسع هو توزيع النقود، يعني كانت النقود تأتي من مصدر معين، كانوا يوزعون على المواطنين بعض المبالغ، والناس تهوى مسألة النقد، المال، وخصوصا العوام الذي يهمهم يعني هي جيوبهم، والشيعة يعرفون ذلك، فأكثر من توزيع النقود. وهذه الفترة تعرض لها ابن العربي رحمه الله في ذكرها، وتعرض لها ابن فرحون صاحب الدباج المذهب، وكذلك يعني عمه صاحب يعني كتاب يتحدث عن تاريخ المدينة، تعرض لذلك فذكروا هذه الحقبة. منها ذكروا أن الخطيب فعلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان شيعيا، وكان عنده يعني كأنها قفة أو شيء من هالقبيل، أو ما يسمى بالعلاقة وهي عربية بطبيعة الحال، كان ينزل من المنبر أثناء الخطبة ويدور على الناس، يدور بين الصفوف ليجمع النقود، فإذا امتلأت قفته رجع إلى المنبر فأكمل خطبته، وإلا فإنه سيؤخر الناس. هذه قضية حضرها حتى فقهاء، ونعم والقصة طويلة هي حتى كيف انتهى هذا المذهب، وكان بسياسة بعض فقهاء المالكية الذين لم يستعجلوا مسألة تغيير المذهب هذا الشيعي لأنه استفحل، وقلنا إن العوام اتبعوه، والعوام عادة وراء كل ناهق وناعق، ولا شك أن النقود لها أثرها، وهذا إلى يومنا النقود لها تأثير، فمن يوزع أكثر يكثر أتباعه، فهذا الذي حدث في هذه الحقبة. نعم أنا يعني أنا بصدد فقط قضية أن المذهب المالكي يعني سيطر على ساحته في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس، قلنا هذا المذهب الرافضي. نرجع من جديد ونقول هذه المدرسة المدنية كما ذكرنا استمرت يعني حوالي 4 قرون أو 5 قرون نستطيع أن نقول، وانتقل كذلك المذهب، بل وانتشر، مش انتقل، هو من مدة هو نشأ في المدرسة العراقية. المدرسة العراقية إذا أطلقت هكذا فإنها تنصرف إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن لما نقيد المدرسة العراقية بالمالكية نعني بها أتباع مالك على التراب العراقي، نعم، وقد بقي في ذلك ردحا من الزمن، استمر إلى القرن الخامس كذلك. نعم هناك بعض المذاهب عاشت معه، منهم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في طوره الأول قبل أن ينتقل إلى مصر، وكذلك مذهب الإمام أحمد، وكانت المذاهب تتعايش في تلك البيئة العراقية المتنوعة ذات الحضارة، يعني أكثر الأوقات يعني يسود السلم بينهم، وفي بعض الأحيان تتحرك النعرات وتحدث بعض المصادمات،
وقد تحدث المترجمون والمؤرخون عن هذه الفترة. قلت إذن بعض تلاميذ الإمام العراقيين نشروا المذهب واستمر يعني فترة ليست قصيرة في العراق. وكذلك عندنا المدرسة المصرية، وقد كونها تلاميذ الإمام الذين ذهبوا من مصر إلى المدينة. وذكرنا من قبل يعني ثلاث علماء مشهورين، هم عبد الرحمن بن القاسم والإمام أشهب بن عبد العزيز والإمام عبد الله بن وهب إلى ابن الحكم ابن عبد الحكم يعني عبد الله ومحمد كذلك. هؤلاء هم أشهر الفقهاء في هذه المدرسة، وقد أكثروا من التأليف فيها، ولهم يعني تأثير كبير على البيئة المصرية التي تحولت إلى بيئة أو مذهب مالكي. ثم إذا جئنا إلى المدرسة الأفريقية، ونقصد بذلك يعني ليبيا وتونس وكذلك الجزائر والمغرب، ويدخل في ذلك بلاد شنقيط وبعض يعني الشمال من بعض الدول الأفريقية الواقعة جنوب الدول العربية، كذلك دخلها المذهب المالكي ولا زال فيها إلى يومنا هذا، فهو موجود في مالي وفي النيجر والسودان من باب أولى. نعم، فيعني انتشر المذهب هناك وصار له علماء وكتب وأتباع إلى غير ذلك. وإذا ذكرنا الأندلس فحدث ولا حرج، وقلنا المغرب أيضا تدخل في الأفريقية في ذلك الوقت، وبعض العلماء يسمونها المدرسة المغربية كلها. ثم المدرسة الأندلسية، وقد نشر المذهب فيها تلاميذ الإمام وتلاميذ تلاميذه، ويعني مجموعة منهم يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة، والغازي بن قيس وأمثالهم، فقد نشروا المذهب في تلك الأراضي الواسعة ذات الحضارة أيضا. وقلت أكثر من مرة إن يعني التنوع في مصادر المذهب المالكي وأصوله جعلته يستوعب تلك الحضارات الواسعة وتلك الحوادث الغريبة والنوازل التي لم يكن للجزيرة عهد بها. هذا كله سببه هو التوسع في أصول المذهب بحيث استوعبت تلك النوازل. هذه المرحلة أهم ما يميزها ومسألة الترجيح والتشهير. أصبح يعني العلماء هذه الحقبة يدرسون ويحققون ويدققون أقوال من سبقهم، ثم بعد ويدرسون الأدلة بطبيعة الحال، ثم بعد ذلك يختارون بعض هذه الأقوال فيجعلونها مشهورة أو راجحة أو صحيحة، عندهم التعبيرات الثلاث هذه. ولذلك ربما ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي يعني ما هو المشهور إذا ذكر في عند المالكية، وما هو الراجح، وما هو الصحيح. بعض العلماء يرون أن هذه الكلمات بمعنى واحد، يعني كلمة المشهور والصحيح والراجح كلها بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين هذه الكلمات الثلاث. فنحن نذهب مع الذين فرقوا فنقول يعني بالنسبة للتشهير، ما يعني القول المشهور هو قول الإمام مالك صاحب المذهب في أشهر
الأمهات وهي المدونة. إذا وجدنا سحنونا رحمه الله تعالى عن ابن القاسم قد ذكر قولا للإمام فهو المشهور، ويعني نادرا ما يشهر بعض العلماء، وعندنا بهذه المناسبة بعض العلماء الذين اشتهروا بالتشهير، أصبح يعني كلمتهم إذا شهروا معمولا بها، بينما غيرهم حتى لو شهر وكذا لا يؤبه له. فيعني قول الإمام مالك في المدونة هذا هو المشهور. كثير من العلماء قالوا المشهور المقصود به ما ذكره الإمام مؤسس المذهب في كتاب المدونة. وبعضهم قال المشهور هو رواية ابن القاسم بالذات. إذا روى ابن القاسم عن مالك قولا أو رأيا فهو المشهور، لأن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم المصري العتقي هذا يعني صحب مالكا فترة طويلة، يقول المؤرخون إنها أكثر من 20 عاما، فيعني تشبع بعلمه وطريقته ومنهاجه. فإذا نقل لنا رواية أو قولا فإن هذا القول هو المشهور. هو المشهور. نعم. وبعضهم ولذلك عندهم ترتيب معين، يقولون إن أشهر الأقوال هي ما ذكره ابن القاسم في المدونة، ثم بعد ذلك ما ذكر غيره في المدونة، ثم يأتي بعد ذلك ما ذكره ابن القاسم في غير المدونة، ثم رابعا يأتي ما ذكره غير ابن القاسم في غير المدونة على هذا الترتيب. أما بالنسبة للترجيح أو الراجح ما هو، قلنا بعضهم قال إن الترجيح والمشهور بمعنى واحد، وبعضهم خالف في ذلك فقال المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله، يعني لا صلة له برواية معينة ولا بشخص معين، وإنما الترجيح يتبع الأدلة، ما هي الحجج التي استند إليها هذا القول حتى يصبح راجحا. وبعد عندهم أيضا ترتيب معين في قصة الراجح، خصوصا في يعني في مسألة إذا ذكر الإمام قولا أو رأى رأيا في الموطأ، وإذا رآه أو ذكره في المدونة، أيهما يرجح؟ المشهور عند المالكية أن يقدم ما ذكره مالك في الموطأ، ثم يأتي بعد ذلك الرأي الذي يذكره في المدونة، فالموطأ أرجح من من المدونة على هذا الترتيب. لكن لابد لنا أن نذكر بعض العلماء ممن اشتهر بالترجيح وأصبح يشار إليه. فيعني من هؤلاء ابن رشد الجد طبيعة الحال، المتوفى سنة 20 و500 للهجرة. ابن رشد معروف يعني صاحب المقدمات وصاحب البيان والتحصيل الذي شرح به العتبية، فهذا من الناس الذين يعتمد عليهم، الناس الذين يعتمد عليهم في قضية الترجيح. وممن اشتهر بالترجيح في المذهب ابن يونس الصقلي. نعم، أصله من صقلية لما كان فيها الإسلام، وهي جزيرة معروفة يعني هي تابعة الآن لإيطاليا. فمحمد بن يونس هذا نعم قوله يعني يؤخذ بالاعتبار، إذا رجح
أحد الأقوال على غيرها فإنه يصبح راجحا. وله كتاب مشهور اسمه الجامع، الجامع لابن يونس معروف. وكان عند بعض العلماء المالكية يسمونه بمصحف المذهب، لأنه جمع الأقوال ورجح ما يراه راجحا، فكان يسمونه. ولذلك لما طبعت أم القرى، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، طبعت هذا الكتاب، ذكرت العنوان الرئيس وهو الجامع لمسائل المدونة، وعنونته بعنوان صغير وهو قضية مصحف المذهب، سمته كما ذكر العلماء القدماء هذا الاسم أو هذا اللقب، مصحف المذهب. وممن اشتهر بالتشهير، احنا كان اشتهر بالترجيح، وممن اشتهر بالتشهير مجموعة كبيرة، منهم ابن غالب المصراتي، ويسمى أيضا ابن غلاب. فإذا ذاكرنا الحواشي والشروح الكثيرة في المذهب عند المتأخرين، فإننا نجد بكثرة هذا الاسم، شهره ابن غلاب أو شهره ابن غالب، وهما لشخص واحد، سمى ابن غالب وابن غلاب كذلك. وممن يشهر ويؤخذ بتشهيره ابن عبد السلام، محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، وهو من علماء الفطاحل الواسع المعرفة، وله اجتهادات داخل المذهب ربما نتعرض لبعضها عند حديثنا عن الحقبة التي تلت. نعم شيخنا حفظكم الله تعالى، بس نستقبل المكالمات، لكن شيخنا يعني يمكن نبدأ بعد نتصل بعد أخذ المكالمات عن يعني نضرب مثال المشهور والراجح، لأن نشوف أن شيخنا ما يعني قول الإمام مالك في أشهر الأمهات وهو المدونة، هذا هو المشهور، لكن نجد الراجح لا يعملون به، مثلا مثال القبض والسدل، لعل مثال يا شيخ لتوضيح للمشاهد ولطلبة العلم، لكن بعد أخذ هذه الاتصالات إن شاء الله تعالى. نعم معتز من غريان، تفضل يا معتز، تفضل أخي. السلام عليكم يا شيخ البصر. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا معتز، حياك الله يا شيخ، شو الأمور؟ إن شاء الله تمام. الله يحييك يا معتز، اسمعني من الهاتف لو سمحت. حكم يعني القبض في الصلاة، حكم القبض جيد. طيب والأفضل يا شيخ، الأفضل الصاق المحي في الصلاة ولا الصاق المراكب؟ وما هو الأفضل؟ نعم بارك الله فيك يا شيخ، في سد الخلل. طيب شكرا معتز، شكرا. نعم بارك الله فيك. عبد الفتاح من طرابلس، عبد الفتاح تفضل أخي. عبد الفتاح تفضل. السلام عليكم شيخ البصر. تفضل عبد الفتاح. حييك. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور حمزة أبو فارس، أحبكم في الله وبارك الله فيكم. الله يحييك ويحفظكم الله يا أخي، يسعدك الله في الدارين. حتى في النوازل وهو لا يفقه من الأمر شيئا، صلى الله عليه وسلم ويصلح حاله. نقول الشيخ حمزة يتكلم عن الله. زمان الشيخ خليل المزغي يقول الإنسان لما يشوف لدين الناس يدير لدين الحضر، فربي يهديهم إن شاء الله على كل حال. الناس يعني هذا مجال. مجال آخر عندي سؤال شيخ البصر، يعني بعض الأئمة تلقاهم بعض المساجد وكثرة كثيرا يعني باهي. إحنا روايتنا قالون عن نفع طبعا، تلقاه يقرأ برواية أخرى، فالمأمومين يعني أكترية الليبيين على رواية قالون، فيبدو يصحوا له ويتلخبطوا كذا وغيره، فنرجو يعني أن توجهوا كلمة لهؤلاء، لأن إحنا عندنا يعني قراءة معينة، فمنبوش نقول يلتزم بها، لكن على الأقل باش ما تصيرش يعني خروقات في المساجد، يعني يتلخبط الإمام وكذا وغيره. شكرا بارك الله فيك مع هذا البرنامج الطيب. شكرا. صحيح، جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا يا أخي، بارك الله فيك على الملاحظة الطيبة أخي. نعم نعم صالح من العربان، تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم، يا مرحبا بك. مرحبتين، كيف حالك وحال الشيخ؟ بارك الله فيك. الله يسلمك يا صالح. يا يعني العلماء يقولون صح كتابين بعد كتاب الله، صحيح البخاري ومسلم، في الحديث ولا في الفقه؟ سؤالي الأول هل في الحديث، وسؤالي الثاني
يعني الفقهاء يقولوا واجب ومباح ومندوب ومكروه ومحرم في جميع يعني في الصيام في الصلاة في الزوال في يعني إلا في حاجة واحدة يعني اللحية لما رأي يقولوا فيها واجب ومباح ومكروه ومحرم ولما رأى أن زعلي أحاديث من دار اللحية له أجر أو من حلقها يعني وعيد شديد يعني هل تكون هي سنة مباحة ولا ونفع العلماء يقولوا واجبة لم أرى أن من دار اللحية مبشر بالجنة ولا له وعيد ولا كذا بينما في أحاديث يعني تبشر بالجنة والناس على وكاف اليتيم كهتين يعني نبي بارك الله فيكم هكذا تعليق من الشيخ. طيب شكرا أخي بارك الله فيك. نعم موسى من مصر تفضل يا موسى. تفضل يا موسى. نعم أخي. السلام عليكم. تفضل يا موسى. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. بالله يا نفسك يا شيخ عليها حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر. حكم دعاء القنوت في الفجر. نعم. أيوة. هذا السؤال. تمام. طيب سيدي شكرا شكرا جزيلا. نعم أحمد تفضل يا أحمد من طرابلس. أحمد من طرابلس تفضل. السلام عليكم. من مصراتة تفضل يا أحمد من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد. شيخ عبد الله شو حالك؟ مرحبتين يا أحمد أهلا وسهلا بك يا سيدي. جزاك الله خير يا شيخ. بالله أنا عندي مسألة بنسأل عليها هل هي ظهارا أم لا. بالله كيف نحاول نتصل بكم على تلفون خاص عطولي ولا شنو الرأي. ما قلتش نسألك على ما فيش إشكال أخي الكريم. خذ رقم الشيخ حمزة والشيخ حمزة عنده وقت معين بعد المغرب أظن إن شاء الله نستفسره من الشيخ فاتح الاتصالات يعني ممكن تأخذ من الكنترول. ما تسكرش حاول ما تسكرش تأخذ من الشباب إذا هو موجود. طيب محمد من طرابلس. طيب محمد من طرابلس تفضل. محمد تفضل يا محمد من طرابلس تفضل أخي الكريم. مثل تفضل يا اخي. الكتاب الشيخ توفيق الشيخ محمد عبد الوهاب. تفضل يا اخي. مثل كتاب توفيق الشيخ محمد عبد الوهاب هل هو جيد يعني القراءه ولا ينبغي ان كتاب من؟ الو كتاب محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. هل هي جيدة للقراءة أم لا؟ طيب باي حاضر حاضر إن شاء الله تعالى حاضر تسمع الإجابة من الشيخ بار. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. محمد تفضلي أختي. تفضلي يا أختي تفضلي. مرحبتين بك. نعم إجابة النفوسة. أم محمد تفضلي. أم محمد مرحبتين بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أختي. بالنسبة للزكاة تفضلي. ما هو سؤالك؟ في بداية شهر واحد السنة هذه كان رصيدي 30,000 وتقريبا 300 أو 400 ونبي نسأل 30,000 تقريبا معها 400 أو 300 ونصاب طبعا تو بعد نزول الدولار نزل في الوقت هداي مع بداية شهر واحد كان الرصيد هكي ما عرفت نحسب أنا للزكاة. كان عندي شهر معين نزكي فيه لكن تو مع ارتفاع الدولار وانخفاض الدولار ما عرفت أنا يرد تفيدوني النصاب كم يا أم محمد. يا أم محمد نسألك سؤال باسمه أم محمد. هو الزكاة تطلعي فيه بالشهر الهجري صح؟ بالسنة الهجرية مش شهر واحد شهر اثنين صح؟ ايه بالسنة الهجرية. أمتى بالهجري؟ أمتى بالهجري؟ جماد الثاني. جماد الثاني تمام هيك يقولي لي. نعم جماد الثاني. طيب خلاص تسمع الإجابة يا أم محمد حاضر. وتو ما عرفت النصاب كم يعني كأنه بيتغير الشهر يعني انت طلع عليه اسئله دار الافتاء يعني لكن تو نسمع الشيخ ان شاء الله تعال نسمع الشيخ حمزه اكيد بيتواصل يعني دائما يعني بارك الله فيك. تسمع السؤال ان شاء الله والجواب. نعم يونس من مصراتة. يونس تفضل اخي يونس. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي يونس. حياك الله استاذ عبد الباسط. تحياتي للاستاذ الفاضل الله حمزه الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحييك يونس مرحبا بك. الله يسلمك يا سيدي بارك الله فيك. تفضل يا اخي يونس مرحبا بك. الله يبارك الله فيك. انا اتمنى ان نقول لنا قصه يسالون عن دم الحسين ودم البرغيث.
نعم. والحقيقة الفتنة الكبرى أنت تقبيل القبور أن تكون فتنة هذه تحطين القبور حركها. نعم. لم تكن هذه واحدة من الفتن الذين يزعمون أن يرمون الناس بالفتن، وهم كانت لولا الفتن الله كان منون ممكن كانت فتنة كبرى في بلادنا يعني. نعم نعم قصد تسأل شنو السؤال؟ سؤال بس أعطيني سؤالك، ما هو سؤالك يعني؟ أنا نبي هذا ما الحقيقة اللي يدارون الحاجات هذه المشاكل لماذا لماذا ينظرون لهذه الأعمال المسيئة يعني قد تكون أسوأ باللي حدث توه يعني. طيب أخي الله ربي يحفظك. نعم عندي سؤال أنا. طيب شكرا زيدي، شكرا يا على تواصلك يا أخي يونس. المقداد من طرابلس. المقداد تفضل يا مقداد. السلام عليكم شيخ، حياك الله في ضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي الكريم، تفضل يا أخي المقداد. من فضل الله على البرنامج هذا في متقين حسناتكم يا شيخ. اللهم أمين يا رب، واجعلك الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل أخي الكريم. جميعا جعلنا الله عز وجل. شيخنا عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، لا أريد أن أسأل الشيخ عن كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، عبارة عن الخلاصة مجلد الفقهية. صغير، هو سؤال وجواب طريقته، فنبغى نسأل الشيخ عليه. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، يا ريت الشيخ يوضح لنا ولو كان باختصار الفرق بين السنة والمندوب والمستحب، من حيث يعني أيها يثاب فاعلها والتي يؤتم تاركها يعني. طيب سيدي نعم. طيب سؤالك الثالث تفضل يا مقداد. سؤال ثالث، هل الوعيد في الإزار هل قيد بالخيلاء فقط أم أنها سنة يعني حتى وإن كان غير خيلاء؟ قيد بالخيلاء. يا سلام عليك، شكرا جزيلا أخي المقداد وبارك الله فيك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. شيخنا يعني تقريبا انتهينا من اتصالات، ونرجع شيخنا بس للمثال اللي ذكرته يعني أنا في نهاية قبل استقبال المكالمات. يعني المشهور شيخنا، أنت ذكرت قول الإمام مالك في أشهر الأمهات وهي المدونة، أو قول ابن القاسم في المدونة، لكن شيخنا الراجح ما كثر قائله وقيل ما صح دليله، فنجد في الموطأ وهو أرجح يعني، نجد مثلا القبض ونجد السدل في بعض الكتب المالكية، فكيف نوفق أو مثالا لذلك؟ تفضل شيخنا. بارك الله فيك. هي مسألة طويلة عريضة كما يقال يا شيخ الباسط. نعم ذكرت ما ذكره فقهاؤنا من أن عندما يوجد قولان للإمام، يعني كلاهما للإمام، أحدهما في الموطأ والآخر في المدونة، فالذي في الموطأ هو الأرجح هو الراجح. طبعا هذه احنا نتحدث عن الأقوال وليس عن الأحاديث بطبيعة الحال. يفهمنا أحد أننا يعني نقارن بين الأحاديث التي في المدونة والتي في الموطأ، لا ليس هذا، وإنما نتحدث عن الأقوال الفقهية الأحكام التي وردت في الموطأ والتي وردت في المدونة. رجح علماؤنا ما قاله الإمام في الموطأ على ما قاله في المدونة. أما يعني وقد ذكرتم في مقدمتكم أو طلبتم قضية الحديث عن القبض والسدل، هو مع أن هي المسألة يعني واسعة ويعني الناس يعطونها أكثر من حقها، وأنا كنت دائما أقول لكثير من الناس أنت المهم صلي وحافظ على الصلاة خصوصا مع الجماعة. نعم. حتى لو وضعت يديك على رأسك، فإحنا اللي يهمنا هي قضية الصلاة. لكن على كل حال هي مسألة علمية هذه، وقد خاض فيها علماؤنا، فأكثرهم رجحوا وضع اليمنى على اليسرى. لماذا؟ بارك الله فيك. لأن
لأن الإمام مالك قد ذكر ذلك ورواه في موطئه، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ورد قوله في المدونة، وهي كتاب معتمد لا شك في ذلك، يعني قال لا أعرفه في الفريضة. كلمة لا أعرفه هذه سببت إشكالا كبيرا لدى فقهاء المالكية الذين تعرضوا لهذه العبارة في شروحهم. يعني كيف لا يعرفه؟ قالوا قضية لا يعرفه بمعنى لا يعلمه، هذه لا 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 لا, لا تستساغ، لأنه ذكر ذلك في موطئه، فهو يعرفه ويعرف حديثه، نعم، ويعرف درجته، فهو عنده وهو عنده حديث صحيح. أما قضية كيف لا يعرفه، بعض العلماء قالوا تأويل الكلمة هذه لا يعرفه فرضا، بمعنى لا يعرفه واجبا، معنى من ترك ذلك فقد عصى وقد ترتب عليه الإثم، هذا الذي لا يعرفه. فيعني وبعد ذلك لما يعني تحدث العلماء المتأخرون في قضية هذه الكلمة قالوا يعني لها ثلاث تأويلات، مسألة وضع اليمنى على اليسرى، إما أن يكون صاحبها وضعها للاستراحة، وهذا اللي تحدث عليه المالك وأنكره، يعني بيرتاح لما يوضع يد اليمنى على اليسرى أراح جسمه، أريح من قضية وضعها إلى جانبيه. قالوا هذه يعني هي المنصبة عليها قضية الكراهة على من قال بها من المتأخرين، قضية الكراهة منصبة على قضية من وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. والقول الآخر قالوا لا، هي الكراهة منصبة على أنها أقل، على أنها أقل خشية، يعني السدل أو وضع اليدين إلى الجانبين أكثر خشوعا من وضع اليمنى على اليسرى. هذه تحتاج إلى تدقيق، يعني من ما يعني تحتاج إلى نقل وتحتاج إلى دليل. ولذلك يعني رجحوا مسألة يعني الكراهة منصبة على من أراح جسمه بهذه الهيئة. ولذلك مما قاله القاضي عبد الوهاب البغدادي وهو من فطاح العلماء المالكية في المدرسة العراقية، يعني اعتمد أن الكراهة التي تحدث عنها من شرح قول مالك إنما هي منصبة على من وضع تلك الهيئة ليريح جسمه. قال أما من وضع تلك الهيئة وسار عليها اتباعا للسنة فلا كراهة البتة. فيفهم من ذلك أن من وضع اليمنى على اليسرى اتباعا للسنة لا كراهة في المذهب. ومع ذلك نقول من أسدل يديه ووضع يعني يديه إلى جانبيه أيضا لا تأثير لذلك في صلاته من حيث الصحة والبطلان. فالمسألة كما ترى طويلة عريضة وذات خلاف، ويعني عندنا ما يهمنا من المشاكل والهموم وما إلى ذلك، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي تعاني فيه الأمة الإسلامية معاناة شديدة على جميع المستويات. ومع ذلك هذا الذي أعرفه وقد ذكرته. جزاكم الله خير شيخنا. هذا هو الجواب على الأخ معتز من غريان، بارك الله فيك، ويسأل يقول شيخنا احنا مازال ممكن 7 دقائق شيخنا نحاول نجيب بعجالة حفظكم الله تعالى. يقول ما الأصل في سد الخلل، هل بالمناكب أم بالأقدام؟ هو المسألة ليست يعني بالطريقة التي ذكرها لابد أن يكون بشيء معين، وإلا فإن الآثار وردت بقضية الأقدام وبالمناكب وبالركب، ومعروف أنها جميعا في آن واحد لا تستطاع. ولذلك مقصد الشارع عدم وجود الفراغ بين المصلين،
وقد ورد في الحديث أن الشياطين تتخلل تلك الخلل. فلذلك المطلوب هو الملاصقة، لكن ليس الملاصقة كما يفعل بعض الناس الذين يضايقون بعض الناس في الصلاة حتى يتركوا الجماعة. بعضهم كان يغير وقفته. لا، القضية هي فيها ليونة وفيها سهولة، ويجب الاستجابة نعم لمن قال لك قدم قليلا أو أخر قليلا، لكن ليست المسألة كما نراه عند بعض الناس الذين يكرهون الناس في صلاة الجماعة. فيعني قضية أن تضايق صاحبك لا، لكن أن تجعل بينه وبينك فراغا هذا أيضا ليس مطلوبا. نعم طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. هو خمس دقائق يا شيخنا، نتمنى أن نجيب عن كل الأسئلة حفظكم الله. شيخنا عبد الفتاح يقول بعض الأئمة يقرأ برواية غير رواية قانون في المساجد فيصير شوشرة وتصحيح وكذا، فهل أفضل الأئمة أن يقرأوا برواية أهل البلاد؟ يعني هو هذا موضوع المفروض أن نتوسع فيه، لأن هذا موضوع واقع وسبب مشاكل في من ناحيتين، ناحية القراءة أو الروايات المختلفة، ومن ناحية الفقه كذلك. وكنت أظن يوما ما أن مسألة حتى المذاهب الفقهية كنت أعتقد أن المسألة واسعة، وأن البلد يعني تحتمل هذه المذاهب السنية يعني كلها، لكن يعني الواقع والتجارب الحالية أوضحت لنا عكس ما كنت أعتقد. يعني سبت فعلا الاختلاف حتى في المذاهب، سبت فتنا وسببت إشكالات كثيرة في الصلوات الجماعية. فقضية القراءات المختلفة الأصل فيها لا شيء في أن يقرأ الإمام أو غيره بإحدى القراءات المتواترة، هذه قضية معلومة. لكن ما ذكرته أو ما ذكره السائل بارك الله فيه سببه الجهل. ولما يجهل واحد الأشياء ويعتقد أن ما في مخه وفي دماغه يعني وفي حفظه ما يعرف فقط، وأن الناس الآخرين لا يعرفون شيئا وإنما العلم ما كان في دماغه، هذه مصيبة المصائب. فأنا رأيت نعم حتى في الحرم المكي من يقرأ برواية قالون فصده شخص آخر لا يعرف غير حفص عن عاصم، صده وغلطه. لماذا؟ لأنه لا يعرف القراءات أصلا. والغريب رأيت في بعض السفرات أن من تخرج من جامعة معينة مشهورة في العالم الإسلامي لم يسمع بالقراءات قط، فإذا قرأت أمامه بقراءة أو رواية عن قاري هو جاهل لها، قامت القيامة عنده. إذن كل الإشكالات سببها الجهل. نعم ورأيت بعض الناس نعم حتى في بلادنا في صلاة التراويح يعني شخص يقرأ قالون عن نافع وشخص آخر هو لا يحفظ أصلا، وإنما أتى بمصحف برواية يعني حفص عن عاصم، وبما أن بعض الكلمات فيها اختلاف بين القراءات يقوم برد هذا الشخص ويصر على ذلك ويظن أن ما رآه في المصحف هذا يقيني، وما سمعه من قراءة الذي أمامه يظنه غلطا، فتنشب نعم المعارك والخصومات وتصبح القضية لا خشية في الصلاة. فموضوع القراءات المختلفة يعني احنا نقول ان القراءات متساوية كلها طالما هي متواترة لا إشكال في القراءات، لكن من المستحسن حفاظا على الوحدة وقطعا لما يفعله بعض الجهال المفروض أن تكون القراءات أو الرواية بالقراءة في يعني متحدة في بلادنا وكذلك المذهب. بارك الله فيكم. نعم بارك الله. نعم نعم عذرا شيخ على المقاطعة قضية يا شيخ عبد الباسط تعالى ونعتذر
تفضل شيخنا، تفضل شيخنا. نعم نعم، طالما انتهى الوقت، لكن لنا وقفة أخرى نتحدث فيها عن مسألة اتحاد المذهبي واتحاد القراءة. نعم. ونتحدث عن دوره في وحدة البلاد وتآلف القلوب، وسنضرب أمثلة ببعض البلدان. اي والله صحيح والله شيخنا، بارك الله فيكم. مسألة مهمة جدا جدا وتتعلق بالأمن القومي في ما أعلم الله أعلم يعني. شيخنا جزاكم الله خيرا وحفظكم الله شيخنا، وبارك الله في أعمالكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام المسلمين. واعتذر الإخوة الذين لم نجب عن أسئلتهم، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بحول الله وقوته نجيب عن أسئلتهم، أو إذا كان هم الوقت ضاق عليهم ممكن يتواصلوا مع دار الإفتاء 14-13 بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى، أو يوم الجمعة مع دار الإفتاء في برنامجهم من الساعة 5-6. أشكركم جميعا وفي أمان الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.